طب معانا على التليفون سيادة النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب. ازيك يا محمود؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه يا محمود؟ الحمد لله تمام. انت بطارياتك فضيت؟ ها النهارده تعبنا 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 يعني. النهارده كان اليوم طويل مرهق، الا انه في وجهة نظري مبهج مفرح سعيد الى ابعد الحدود. والتقينا بكل اصدقائنا يعني يمكن في ناس كان بقالنا كتير ما التقيناش. يعني فكره اصلا يا يوسف انك تجمع هذا العدد الكبير جدا بكل هذا الاختلاف من اليمين لليسار للوسط، من الافكار يعني الاقصى اليسار الاشتراكي الراسمالي والليبرالي، كل دول تجمعهم في مكان واحد، دي في حد ذاته انجاز، وانجاز ربما بقاله سنين ما حصلش بسبب ظروف كتير مختلفه ومعقده وغيره، لكن ما كانش بيحصل. النهارده حصل والنهارده نجحنا فيه. ده في حد ذاته مجرد يعني في حد ذاته حصول وانجاز، ده رقم واحد. رقم اتنين، فكره ان احنا نلاقي الحضور باختلافه من اقصى المعارضه لغايه رئيس مجلس الوزراء ورساله من رئيس الجمهوريه. ثلاثه، لما نقول انه هذا الحوار يمثل الدولة كلها بتأخذه بجدية شديدة جدا، وإن مخرجات هذا الحوار أنا بظن إنه هيكون في تعامل بجدية شديدة معاه، كان النهاردة في مؤشر ليه، وهو إنه السلطة التنفيذية حاضرة وبقوة. يعني حتى السيد رئيس مجلس الوزراء كان مشاركا يستمع لمداخلة. اثنين، كان هناك عدد كبير جدا من أعضاء السلطة التشريعية. معنى هذا أن مؤسسات الدولة وسلطات الدولة كانت تنفيذية أو تشريعية جاهزة لتلقي كل مخرجات الحوار الوطني ليتم ترجمتها سواء إلى تشريعات أو إلى قرارات سوف يتم تنفيذها على أرض الواقع. بقى نقطة، أنه هذه المخرجات يعني المعارضة موجودة، وانا بتمنى وانا اظن ان ده اللي هيحصل خلال الايام اللي جايه وخلال جلسات الحوار. المعارضه كان لديها مجموعه من التحفظات على مجموعه مشروعات او على مجموعه قضايا او على ما اصطلح تسميته النهارده السيد عمرو موسى استخدم مصطلح فقه الاولويات. تمام، تعالوا نتناقش، تعالوا نقول والله اذا كان هناك بديل مطروح منطقي وعقلاني ويرد على كل الاستفسارات وقابل للتطبيق يلا نطبق. ما حدش هيقول لا طبعا، ما حدش عاقل هيشوف ان في طريق يمكن ان يفيد المواطن المصري والشعب المصري كله، وهذا الطريق قابل للتحقيق وهيقول لا مش هنطبق. ده كلام انا ما بظنش يعني. فانا بشوف انه ده من ضمن الرسائل الايجابيه اللي خرجنا بيها النهارده، واللي انا اظن خلال الايام الجايه هيبدا ترجمتها يعني خلينا نقول انه يعني بس مش طرح حلول، فكرة المناظرة الديبيت ما بين الطرفين. يعني خلي المواطن المصري يقعد ويشوف والله الحكومة طرحت المشروع الفلاني عشان أسبابها 1 2 3 4 وأهدافها كذا، المعارضة المصرية ترفض هذا المشروع عشان 1 2 3 4 وتطرح البديل كذا، ونشوف والمصريين هم اللي يختاروا. وزي ما قلنا الكل منفتح على أن يكون مخرجات هذا الحوار قابلة للتطبيق وكلنا جاهزين عشان خاطر نطبقها. هل كنت تتوقع هذا الحضور شديد الوضوح من أقصى أطراف المعارضة؟ أنا كنت أتمناه وقد حدث. يعني كنت تتمناه وقد حدث وفعلا حصل النهاردة، حصل يعني بشكل ملفت. ويمكن حتى مثلا كان خلينا نقول زي يوسف مثلا نقول انه انا وفلان الفلاني كان بقالنا فتره كبيره ما بنتقابلش، وهناك خلاف سياسي كبير بنعبر عن ارائنا كلنا على الفيسبوك وهنا وهنا. النهارده كان في فرصه ان احنا نقف ونتكلم ونسلم على بعض ونرجع ذكريات قديمه كانت ما بيننا وما بين بعض خلال الفترات اللي فاتت. نقف ونقول يا جماعه والله الفتره اللي جايه احنا عندنا استعداد كلنا نشتغل مع بعض عشان خاطر مصلحه البلد. يعني حتى لو لاحظت انه المهندس حسام الخولي ما اتكلمش كتير. يعني ما اتكلمش كتير في حين انه اتيح فرصه للمعارضه انها تقول كما تشاء. يعني ده النهارده كان شيء ايجابي جدا. المعارضه خدت يعني مساحه كامله في العرض، يمكن زي ما انت قلت يعني الاستاذ فريد زهران رئيس حزب المصر الديمقراطي الاجتماعي تحدث كيفما اراد وافردت لكلمته المساحه حتى انتهى هو من كلامه دون اي مشكله على الاطلاق، وده من اسس هذا الحوار انك تقول اللي انت شايفه.
صحيح صحيح. محمود اشكرك جدا جدا جدا، وبالمناسبه مبسوط كمان اني شفتك النهارده، كده كده بشوفك في المجلس بس اما نبقى كلنا بنشوف بعض النهارده ده بالنسبه لي كان شيء بهيج الحقيقه. اشكرك جدا نائب محمود بدر عضو مجلس النواب المصري عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.